بعزيمة لا تعرف الوهن وإصرار لا يعرف المستحيل وتفاؤل بالمستقبل، قام مركز الأناضول بدعم النساء الموهوبات بالرسم بهدف تطوير مهاراتهن. محمد إبراهيم مدرس ساعد الفتيات التي تجاوزن سن 16 وحتى بعض النساء بإبراز روح الرسام داخلهن من خلال الرسم بالظلال والفحم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد إبراهيم مدرس رسم بمركز الأناضول. طبعا احنا باشرنا الدورة هون من تقريبا من شي شهر، جينا على المركز تفاجأنا في مواهب كبيرة هون موجودة، عم نحاول نستقطب سن ما بعد 16 سنة تقريبا. هدفنا من هذا المعرض طبعا انه نلقي الضوء على هاي المواهب الموجودة في هاي المدينة. في مواهب كبيرة عم نحاول نطولها ان شاء الله. احنا بلشنا من الصفر معهم وان شاء الله بالمستقبل في اجمل مهيب كثير ان شاء الله. علي هنداوي من حلب، عمري 16 سنة. جينا لهون على عزاز بسبب النزوح والحرب وهيك، ومن فترة الشهر أنا عرفت إنه في مركز هون بيدعم الرسم، فحبيت أجي وأتعلم الرسم وأطور موهبتي. هون عندكم مثلا هدول بيعبروا عن الشيء اللي أنا بحبه. الأستاذ علمنا الظلال، يعني كيف انه الظل له اكثر من درجه وكيف فينا نطالع ونبرز الرسمه بواسطته. نحن انتقلنا من الرصاص للفحم. الاستاذ هلا عم بيعلمنا شلون نرسم بالفحم. هنا حيث الامل ترسمه يد الجمال لتحلم بغد أجمل لا مكان فيه للظلم والظلام إلا في لوحة فنية. من مركز الأناضول في مدينة عزاز.